ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا وحلو جدا، وانتوا عارفين لما بكون بتكلم على برج الميزان ببقى مبسوطه قوي قوي. وبما ان احنا في شهر اصحاب برج الميزان، قلت لكم ووعدتكم ان انا هعمل فيديوهات كتير لاصحاب برج الميزان. النهارده هعمل موضوع او هتكلم عن ازاي نخلي اصحاب برج الميزان يحبونا، ايه اللي بيحبوا برج الميزان عشان نعمله، وان احنا نكون زي ما الحاجات اللي نلفت انتباهه ازاي، نخليه يحبنا ازاي، نوقعه ازاي. برج الميزان، خلونا نعرف قبل ما نتكلم على الحاجات اللي احنا هنقولها النهاردة، ان هو انسان ذكي جدا او انسانة ذكية جدا. مش اي حاجة بتغويها، لازم يبقى عندك كده الانبهار ولغة الانبهار في كل حاجة في حياتك وفي كل التصرفات بتاعتكم. خلونا نبدأ خطوة خطوة. اول حاجة ان برج الميزان بيعشق جدا جدا الشخصية المهتمة بحالها جدا ومهتمة بنفسها، وبيعشق الجمال. مش الجمال يعني ان تبقى شعرك اصفر وعيونك زرقاء والحاجات دي، لا مش كده. الجمال في الاسلوب، في الشياكه، في الاناقه. حاول تكون او حاولي تكوني دايما جميله، اسلوبك يكون متناسق في الكلام، لبسك يكون برضو متناسق في الالوان، في الالوان بتاعتك تكون الوان مبهره. بيحب الالوان الفاتحه جدا، الالوان الغامقه، لو غامقه قوي لا ممكن هو يتقفل. هو عينه دايما بتحب الحاجه الحلوه، الحاجه المفرحه، الحاجة اللي هي تجذبه. فبرج الميزان عايز الالوان اللي هي تكون الوان فاتحة، وبيحبوا الاحمرات قوي. يعني لو لبستي لون احمر، لون لبني، لون اخضر، الالوان اللي هي زي كده، الالوان دي تجذبهم جدا جدا. في كمان ان انت تكوني جميلة من ناحية ان يكون شكلك على بعضك حلوة. هم ما عندهمش حتة ان ممكن يكون ستايل لازم يبقى فخم ومش عارف، لا هم عايزين البساطة في الاسلوب وفي اللبس وفي الاناقة وكل حاجة. البساطة كمان معاها او ما يعادلها الشياكة والاناقة والحاجات الحلوة دي كلها. بحبوا الجمال في كل حاجة، الجمال يكون عندهم متعادل في كل حاجة. دي اول نقطة. تاني نقطة انك يعني بما يعادلها انك تكون مهتم بنفسك، بالريحة بتاعتك، بالعطر بتاعك، بانك يكون مهتمين بنفسكم جدا، لان هم حتى يعني ريحتكم دي بالنسبة لهم مهمة قوي قوي لاصحاب برج الميزان، لان هو برج نظيف قوي. فدي اول نقطة. تاني حاجة ان انت اسأل عليه كتير او اسألي عليه كتير. دايما عايزين ان انتوا تسألوا عليهم، ان انتوا تتكلموا معاهم، يكون نوعا ما من الاهتمام. يعني نهتم باصحاب برج الميزان جدا، نشغل بالهم بالاهتمام. اسأل عليهم اذا كانوا مثلا مروحين بعد الشغل، نسأل عليهم، نسأل عليهم هل ناقصهم حاجة في الدراسة، نسأل عليهم ناقصهم نعمل ايه، نساعدهم بايه. وريهم ان انت مهتم بيهم او انت مهتمة بيه، فهم هيعشقوا جدا جدا فكرة الاهتمام. اهتموا بصحتهم، اهتموا باي حاجة، حتى كمان ممكن تعلقوا على طريقة مثلا لبسهم او على حاجة مش متزبطة، وقولها لهم بس بطريقة شيك، يعني مش طريقة التعديل النقد، لا الطريقة اللي هي احنا عايزينكم تكونوا حلوين، بس يعني في حاجة صغيرة فلازم نعدلها شوية. هيحبوا ده جدا، لانه ده بالنسبة لهم نوعا ما من الاهتمام. كمان حاجة تانية ودي بقى مهمة قوي، بصوا لهم في عينهم كتير. هم بيتربكوا قوي، يعني عندهم نوعا ما من الارتباك، بيبقوا مش على بعضهم لما حد يبص لهم. لكن البصة والنظرة في العين بطريقة رومانسية بتجذبهم جدا، ويحسوا ان هم قد ايه مهتم، ان في حد مهتم بيهم، وان البصة دي بتدخل عندهم في القلب. هم ده برج رومانسي جدا يعني، بس اللي يفهموا صح. بصوا لهم في عينهم بطريقة رومانسية، مش بطريقة اللي هي دي، لا بطريقة رومانسية. فخلينا ان احنا نحرك مشاعرهم بالبصة، البصة دي بتحرك مشاعرهم جدا على فكرة. حاولوا ان انتوا تلفتوا انتباههم، شوفوا اكتر حاجة بيحبوها ايه، وممكن تعملوها من الهدايا، من الحاجات اللي ممكن يكونوا بيذكروها قبل كده، ان هم دي حاجة حلوة قوي، الله مش عارفة ايه، ممكن تكون ميدالية مثلا كانت عجباهم، حاجة عجباهم وانتوا هديتوهم بيها، بالنسبة لهم دي حاجة رائعة جدا. انا ما قلت لكش ان انا عايزة ده، بس انت عشان خدت بالك ان انا قلت كده فانت عملت الحركة دي، بتكون بالنسبة لهم شيء رائع جدا جدا جدا. الهدايا على فكرة برج الميزان مش بيقدس الهدايا اللي هي الغالية والحاجات اللي زي كده، لا هو عنده الحاجات البسيطة، يعني ان انت تكون فاكره بحاجات بسيطة دي حاجة مفرحة قوي 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 ليهم. والله يعني لو ميدالية، لو قلم جاف من غير حبر، يعني فاللي هو حاجات اللي هي ممكن تكون بسيطة قوي، بس تحس ان يحس ان انت او هو فارق معاك قوي، فدي بالنسبه لهم حاجه مفرحه جدا جدا. طبعا بقى كل حاجه وبقيمتها بتبقى برده حلوه عند اصحاب برج الميزان، لكن ان انت يحس ان انت فاكره فدي حاجه رائعه قوي قوي. كمان بقى الدلع والفرفشه،
والهزار، بيحبوا قوي قوي الشخصية الاجتماعية الفرفوشة اللي بتحب الهزار وبتحب الكلام اللي محبوبة من الناس كتير. بيكرهوا الناس اللي بتقفش، يعني انت لو بتقفش ما تجيش ان انت تقفش قدامها على اي حاجة، ان انت تزعق والحاجات دي كلها، لان بتقفل كده نص باب اللي هو يعني بتوارب بالباب، لا ده انا اتخذت كده، ده بيقفش، ده بيزعق، ده مش عارفة ايه. وانتي او والرجل الميزان برضو بيبقى نفس الطريقة. فعايزين الناس اللي بتحب الدلع والهزار والحب والفرفشه وما يقفشوش على كل حاجه، وياخدوا الامور ببساطه، بالذات اخدان الامور ببساطه، دي مهمه قوي عند اصحاب برج الميزان. على الرغم ان هم اشخاص يعني مش حياتهم كلها دلع وهزار وفرفشه، بالعكس ده اشخاص جد جدا في التعامل، وبيحبوا الشخصيات اللي هي القويه العمليه. يعني هو برج عملي جدا، بيكون مزيج معاه الفرفشه والهزار والضحك والحاجات الحلوه دي. فكون كمان ناجح عمليا، ناجح دراسيا، تكون متفوق في حياتك، دي هتفرق مع اصحاب برج الميزان، ان هم يشوفوك انسان ناجح، فبالتالي انت كده بتكمل الزوايا عندهم. كمان ان انت تكون قوي الشخصية، كلامك من دماغك، ما تاخدش كلام ولا يكون عندك تأثير من الاخرين عليك، ما يكونش في حد بيحركك، لان النقطة دي برج الميزان بيستضعفها، سواء رجل او امرأة بيستضعف قوي قوي الشخصية اللي قدامه لو حد بيحركه يجيبه ويوديه. يعني لا انا مش عايز ده، انا عايز شخصيه قويه، انا عايز حد قوي اتعامل معاه. كمان نقطه مهمه جدا انك تكون مع الحق دايما. يعني برج الميزان لو بدا ان هو حتى ينجذب ليك، او اكتر حاجه بيكرهها في حياته ان حد يجي مع اللي مش كويس او مع الضد، هو شخصيه عادله قوي قوي في حياته، ده من كتر ما هو انسان عادل ان هو نفسه لو غلط يقولك انا غلط، انا متضايق من نفسي عشان انا عملت كذا، انا كنت مش كويس في اللحظه دي. فبرج الميزان صريح قوي قوي مع نفسه وصادق مع نفسه، فبالتالي عايز الشخصيه اللي قدامه تكون صريحه مع نفسها وتكون صادقه مع نفسها، ويكون جاي مع الحق، ما يكونش جاي مع عشان اشخاص هو ممكن يكون بيربطهم معاهم صداقه فيجي في صفهم هم على حد تاني يكون غلبان، لا بيكرهه جدا جدا ده. كمان بقى برج الميزان عنده من الانسانيه الرائعه جدا، جو الإنسانية ده، فبيحب قوي قوي الشخصية اللي بتتعامل بإنسانية مع الناس، وتكون بتتعامل بحب مع الأقل منها، وتكون يعني بتتعامل بإنسانية، أنا مش عايزة أوضح نقطة، بس يكون ناس يعني بتعامل ربنا في الناس، بتعامل ربنا في الغلابة. برج الميزان بيحب ده قوي، أو إن هو بيحب الشخصية دي ويحب إن هو يقرب منها جدا جدا. كمان بقى في حاجة تانية برضو مهم قوي لأصحاب برج الميزان، أو للناس اللي عايزين يعرفوا إن برج الميزان، إن أنت لو عايز تتقرب منه هتعمل إيه؟ الإصرار. الاصرار عند اصحاب برج الميزان ان انت تكون مصر عليه، مصر ان انت توقعها في حبك، مصر ان انت تخليه ينجذب ليكي اكتر. الاصرار، فكره الاصرار مع اصحاب برج الميزان بتكون بتحسسهم قد ايه ان هم ليهم قيمه وليهم حاجه عندكم كبيره جدا، سواء كانت مرأة برج الميزان، لو انت يعني اصل الحته دي بقى لازم نتكلم على رجل وامراه، اذا كانت هي مرأة برج الميزان وانت عايز تخليها تحبك، صر على ان هي تحبك، صر ان انت تكون قريب منها، حتى لو هي مديالك طرق الرفض او مبينه لك ان هي رافضه، خليك قريب منها واستعمل كل الطرق اللي احنا قلناها فوق، وابدا ان انت قرب منها اكتر، اسال عليها وقرب من اهلها، لان برضو برج الميزان من النوع اللي بيحب اهله جدا، في انك تتودد لاهلهم ده شيء رائع قوي، وانت بتكسب بونت عندها. برج الميزان ان انت تكون تحاول انت تبين لها ان انا هفضل معاكي وهفضل جنبك، حتى لو احنا اصحاب، بس انا هكون معاكي لو احتجتيني، انا مش عارفه ايه، وابدا اسال وحاجات زي كده، وافضل مصر عليها، هتبدا في الاخر ان هي تكون تميل ليك قوي وتنجذب ليك جدا، وهتعرف قيمتك بشكل كبير قوي. لو هنقلب الموضوع على رجل برج الميزان، رجل برج الميزان الاصرار عليه والاصرار على الحب والتقرب منه شويه بيخليه ان هو يكون يتقل اكتر، يخليه ان هو يكون لا ده انت كده، يعني انا كده ممكن بقى الاقي حد تاني افضل. بس بقى نعمل ايه؟ ودي بقى معلومه بقى هقولها على رجل الميزان، ان انت لما تكوني قربي منه اكتر وسري عليه فتره بس، وبداي بعد كده اهربي، وبداي ان انت ابعدي شويه، هيرجع مشتاق ليكي جدا، ويرجع يبقى مشتاق ان انت تكوني، انت كنت مصره عليا، كنت بتحبيني جدا، كنت بتعملي حاجات كتيره، كنت كل ده اتقطع مره واحده، يبدا ان هو اللي يرجع لك، يعني هوب يرجع لك هو. فدي مع رجل برج الميزان، فدي كانت اكتر الحاجات اللي تخلينا نقرب لاصحاب برج الميزان ونخليهم يحبونا. وحاجه تانية برضو عايزه اقولها، ان برج الميزان برضو بيتفاعل او بيتعامل مع الكلام
الكلام اللطيف، ان انت سمعهم كلام لطيف وحاجات اللي هي الحلوه دي، ومع الاهتمام بنفسك قوي، لان لازم دي من اول الحاجه، اللي هو انت تكون انسان حلو وجميل من كل الحاجات، وبعد كده تتعامل معاهم بقى بالاسلوب والكلام واللطافه والحاجات اللي زي كده، دي هتبقى مميزه جدا جدا عندكم اللي اصحاب برج الميزان. ده كان موضوع النهارده. انا عايزه بقى اصحاب برج الميزان يقولوا لي الكلام ده بيتفق معاكم ولا لا، وانتوا يعني عايزه بقى اشير كتير للناس اللي انتوا عايزين توصلوا لهم ان انتوا بتتعاملوا ازاي، ولو انتوا عايزين تحبونا نعمل ايه، وعايزه بقى الموضوع ده شير في الجروبات بتاعه اصحاب برج الميزان بشكل كبير. بشكركم جدا وبحبكم قوي قوي قوي، انتوا عارفين ده من غير كلام. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.